أهلا وسهلا بكل متابعين كنار تي في صوت العرب من كندا. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج جمال الحياة مع ريم، ومعنا الدكتور جمال. طبعا دائما منور الحلقة والتلفزيون. You're almost in most of our programs. أهلا وسهلا. الموضوع اليوم كتير حلو، أنا من زمان حابة أحكي فيه الحقيقة، بس كان عندنا ضيوف حبينا نستضيفهم أول، وحبينا إنه نمشي في بعض الأمور بعدين نيجي لهي الحلقة المهمة جدا جدا. بتمنى متابعتكم إلها، لأنه بالنسبة إلي أنا كانت معرفتي لهذا الموضوع بالذات هي a life changer، يعني غيرت كل حياتي لما عرفت إنه أنا عندي أفكار محدة في داخل نفسي، وهي اللي سبب في إني كنت أوصل لمحل وما أوصل لمحل آخر، ومرات كنت أبدأ مشوار وأرجع من هذا المشوار ما أكمله. فكان عندي قصص مليانة بقدر أحكي لكم إياها عن حالي، ولكن في نفس الوقت نحكي في الموضوع من كل اتجاهاته. فأهلا وسهلا فيكم، وخلينا نبدأ في الموضوع. أهلا وسهلا. طبعا أنا برحب بكل المشاركات، وكل ما شاركتونا أكثر كل ما كان الموضوع غني أكثر. Alright. فخلينا نبدأ. أول إشي بدنا نقول إنه أنا قاعدة بحكي على الأفكار المحدة. شو هي الأفكار المحدة؟ ما معنى أن يكون لدينا أفكار محدة أو أفكار معيقة؟ طب إحنا مليان عندنا أفكار، شو بدي أعرف منها المعيق مش من المعيق، ومنين أجت هاي الأفكار؟ سؤال مهم. يا فمش عارف سمعت بالأفكار المحدة قبل هالمرة ولا أنا هيك ترجمتها، بس هي the mental blocks بالإنجليش. أنا ترجمتها عنها أفكار محدة، حاولت أدور على جوجل على مصطلح أفضل بس ما قدرت. يعني ممكن يا أفكار محدة، يمكن أفكار مدمرة، أفكار موقفة، يعني الأشياء اللي بتسبب إيقافك. أكيد أنا معك في الموضوع، الترجمة الحرفية أحيانا صعبة، لكن بدنا نعرف أكثر وأكيد حنفهم عنها منك. تفضل يا ريم. أهلا وسهلا. أوكي، هلأ كل كيف بنقيم حياتنا إحنا وكيف ماشيين وشو قاعدين بنعمل هو حسب نتائجنا في هاي الحياة. إني أنا بدي أعمل أشياء بس مش قادر. على فكرة من موضوع التسويف لموضوع النجاح في العلاقات الاجتماعية والعائلية لموضوع النجاح في البزنس لموضوع النجاح في المدرسة، كلياتها بتعتمد على إذا عنا معتقدات أفكار بتساعدنا نوصل للي بدنا إياه أو ما نوصل للي بدنا إياه. خليني أقول لكم من وين بتيجي هاي الأفكار والمعتقدات وكيف كمان ممكن نتعامل معها. هاي الأفكار والمعتقدات إجت برمجات من الناس اللي حوالينا من لما ننولد لما نكبر. ودائما إحنا بنقول انتبهوا شو بتحكوا قدام الأولاد الصغار، انتبهوا شو قاعدين بتبرمجوهم، لأنه رح it's gonna rule their life. طيب. في قليلة على فكرة منا هم اللي بيكتشفوا المنتال بلوكس أغلبها تبعتهم وبتغلبوا عليها. Alright. فهاي الأفكار إحنا أخذناها من المحيط تبعنا. زي إيش؟ طيب شو هي الفكرة الممكن أكون أخذتها من والدي من الناس اللي حوالي ووقفت كل حياتي؟ أول إشي خلينا نقول للأطفال اللي بينشأوا في جو مثلاً عائلي، الأمثلة هي اللي بتقرب المعنى. طيب. بينشأوا في جو عائلي مليان مشاحنات ومليان مشاكل. حسب طبيعة هاي المشاكل هذا الولد بيكون مجموعة من المعتقدات على العائلة وعلى وعن إنه شو عم بصير معنا. أوكي؟ alright. إذن هذا الولد إذا الأهل دائماً بتخانقوا على الفلوس ممكن يتولد لديه مجموعة معتقدات بتقول إنه الأولاد هم سبب الفقر ويصير ما يحب يخلف. ممكن المشاكل العائلية كانت إنه الأب والأم مش متفقين تماماً، فهو كون مجموعة من المعتقدات إنه الزواج هو شيء غير سعيد، هو تجربة مليانة بالمآسي. وأنا للعلم اشتغلت مع كثير من الحالات وقرأت كثير من الكتب اللي بتدعم هذا الشيء. فلما نيجي بدنا نحل مشكلة الزواج وبنسأل إنه ليش عم بصير معنا معك وهيك أو في حالة معينة بنقول طيب ليش عم بصير معنا هيك، نكتشف إنه هذا الإنسان أو هاي الإنسانة جايين من بيئة كان الأب والأم فيها على خلاف تام، وهم كأطفال قرروا إنه لا يوجد نجاح سعيد، فإحنا بنعيش في نجاح تعيس في زواج تعيس. أوكي؟ فمثلا خلينا نقول
طيب انا عندي هاي الفكره بس ممكن اعيش سعيد ما بظن. اقول لك ليش؟ لانه في ناس بيجوا بيقول لك انا زوجي منيح مثلا وامورنا كويسه مادياتنا منيحه بس انا انسان مش سعيد، وبيضل يتقاتلوا على اشياء صغيره، لانه طبيعه العقل لما يكون عنده ايمان في السب كونشس في العقل الباطن بشغله يحاول اثباتها طول الوقت. اوكي، يحاول اثبات هاي الشغله طول الوقت. بدي اقول لك كمان مثال، أو أقول لك طبعاً لمشاهدينا كمان اللي برحب فيهم ومعانا جداً كومنتس، برحب فيكم جميعاً اللي بتشاهدونا اليوم. نفس الإشي، ولد خلينا نقول هو صغير كانوا في المدرسة يقولوا عنه بطيء، ممكن هو طريقته في الفهم. شوف هون مثلاً في أمريكا بقول لك هذا طريقته تحليلية، هذا الولد عنده تركيز على الباترن، بنتبهوا. إحنا بقول لك بطيء ما بيفهم، يعني أنا كنت مدرسة وكنت كان يعني عندي كل الطلاب كل واحد نفسيته شكل، أو ممكن المعلم يكون أقصى من هيك عليه هذا الطفل ويقول لك غبي. في أهل لحالهم بدون ما يعرفوا بضل يقولوا للولد يا غبي. اتركز في دماغ هذا الطفل شيء بيقول إنه أنا إنسان غبي. تخيل إنه شو بصير في العقل. العقل بصير يبحث عن مواقف اتأكد لهذا الولد إنه غبي، تصور. أو ممكن يفتعل أشياء في حياته، بعرف الشغلة بس برضاش يسويها. ليش؟ لأنه هو يؤكد لنفسه لابد من أنه الحياة تتطابق مع مجموعة الأفكار والقيم الموجودة عندنا. فالفكرة الموجودة عنده بتقول أنه غبي، لو بعرف الشغلة ما بيسويها، مستعد يسوي عكسها عشان يرتاح، مشان تتطابق الأفكار الموجودة عنده مع الواقع. إذن هاي السموم التي تدس حوالينا قد تكون هي احد اهم العوامل اللي بتجعلنا نحبط او حتى نبدا نفكر سلبيا 100%. شيء قال لك وانت صغير، اقول لك كل الحالات الناجحه اللي اشتغلت معها هي حل العقد من الصغر. بتعرفي انا مره سمعت في احد الدوكيومنتريز انه كان في جزء من انواع السموم اللي تدس بالاعلام بدسوها في مسجات ضمنية، وهذه الكلمات بتضلها تنعاد على الإعلام سواء بالأخبار أو بالمسلسلات أو بالدعايات اللي بيشاهدوها الناس، وبالتالي خلص بترسخ في دماغهم. صح، ومشان هيك مش صح إنه نخلي أولادنا على التلفزيونات 24/7 أو نعرف إيش بتفرجوا، لأنه قاعدين بتبرمجوا في أول 6-7 سنين في حياتهم. أقول لك كمان مثال، أنا بعرف أو سمعت عن عائلة عندهم 10 أولاد، عائلة متوسطة الحال، الأبو مدرس، والأبو مدرس الوضع المادي يعني بقول لك ضيق على الآخر. أوكي، فبيجيهم ولد، يوم من ولد هذا الولد الحكومة تقرر، هذا قبل يمكن 50 سنة، تقرر إعطاء علاوات لكل الموظفين. الأبو شو قرر؟ ربط إنه هذا الولد اللي انولد اليوم هو مرزوق، مش زي إخوته. أوكي، من يوم من ولد هو هذا المرزوق، يحكوا عنه إنسان مرزوق وإنه هذا الناجح. طيب العائلة كلياتها لعلمك متعلمين شهادات، هو ما تعلم هذا الولد بس هو في رأسه إنه مرزوق. ودوه على إحدى دول الاغتراب هذا الولد، إخوته ضلوا مكانهم راوح لما هذا المرزوق اللي من يوم أبو آض، وكمان مرة قطعت الأرض اللي يوم عيد ميلاده طلعت مثلاً فلوس من الخيار والفقوس، أقنعوه إنه أنت مرزوق. لترالي الآن ما بيكسروا 50-70 مليون دولار، طلع من عائلة جدا جدا عادية وراح على إحدى دول الاغتراب وعمل من نفسه قصة نجاح بنحكى فيها. واو. Is this يعني a coincidence؟ لا مش coincidence. كمان أقول لك على قصة تانية، نفس الإشي لما إحنا حكينا عن زواج وحكي عن دراسة، أهل بيكون عندهم عدة أولاد، فواحد منهم بتلاحظ إحنا عنا لما يكون في العائلات الكبيرة بيركز على ولد بيقولك هذا أشطر واحد، هذا أشطر واحد عندي، والليترالي بيطلع هو أشطر واحد وبنجح. واي آمن بإنه أنا شاطر وأي كان دوت، فصار عنده حافز يوديه إنه في تطابق لواقعه مع الأفكار اللي عنده. طبعا احنا ما بنقول نكبر راس الولد ونقول له انت يعني اشي خارق للعاده، لا، ولكن احنا بنقدر نقول له انك بتقدر، لانه مجرد احساسه بانه يقدر يقرر شيء هذا اللي بيخليه انه يوصل للاشي اللي بده، اللي نفسه يوصل له او لهدف معين. والعكس صحيح 100%. اوكي، والعكس صحيح اللي هو السلبيه تبعت بعض الاهالي
لحقتي احنا بنفكر انه ولد صغير ما بفهم، فانا بقول له انتوا قاعدين بتبرمجوا فيه وبتحضروا اما لفشل تام او لنجاح تام، مجرد انك عندك قدره. شوفوا مثلا طريقه التفكير، احنا مش بنقول شرق وغرب، لانه بصراحه يعني امبارح كنت مستضيف الدكتوره نسرين، يعني نتائج مخيفه الحقيقه والكواليفيكيشن تبعتها، بس انا طبيعه وجودي في امريكا لاخر 23 سنه وهي اللي بلشت ادرس فيها في الهيومن بيهيفير، مشان هيك امثلتي جايه من هون، مش لاني بحب احط يعني اني بقدم مكان على العرب. خلينا نقول في هذا المثال كينيدي لما راح على ناسا، لما سألهم انه بدنا نطلع، هل في إمكانية نطلع على القمر؟ هم قالوا له هلا احنا ما بنعرف، بس we for sure know انه we can. فيش عندهم مستحيل، هدول بيعرفوا انه في هدف لابد انه بنقدر نوصل له، اعطونا وقت بنقدر نوصل له، وهذا اللي حصل. وهذا اللي حصل ليش؟ لأنه إيمانهم بهذا الشيء إنه موجود. إذن الأفكار اللي في رأسنا واللي معتقدات الموجودة عندنا تحدد وجهتنا وتحدد ما إذا كنا سنصل إلى الهدف اللي إحنا بدنا نوصل له ولا لا. برضو فإذا لازم ننتبه على برمجة الأولاد، ولازم ننتبه على شو الأشياء اللي بتخلينا نحس إنه عندي خلل برمجة هون أو عندي أنا أفكار محددة. أكثر إشي الكوتشز بيشتغلوا فيه على الناس بأنهم يطلعوا كل الأفكار هاي ويبلشوا يتصالحوا معها بطريقة أو بأخرى، عن طريق في ناس بتقولك هيبنوسيز، في ناس بتقولك مديتيشن، في ناس في مليون أكثر من ميثود، وأنا ما بقلل من أهمية ولا إشي من هذول الميثود، ولكن إحنا بنقول في عدة ميثود توصلها، بس أول إشي خليني أعرف كيف أعرف إنه عندي فكرة محددة. خليني أسألك دكتور، هل مرة حسيت حالك في أي مجال من مجالات الحياة، أوكي، هل إنه حسيت حالك إنه أنا هون مش عارف ليش مش قادر مثلا أكسر هذا الحاجز؟ هل في مرة حسيت هذا الإشي ولا لا؟ ممكن خجل في تعاملك مع الناس، ممكن إني بقدرش أقول لا، ممكن أكيد 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 صارت معي. يعني في كتير أمور بتصير معك بالحياة بتقول طب شو أسوي؟ كيف أطلع من هذا المخرج؟ يعني ليش أنا دخلت بهذا المأزق أصلاً؟ يعني يس أكيد صارت أكيد. شوف أنا بالنسبة إلي، أنا إمتى لاحظت إنه فعلاً I have an issue؟ أنا من يوم ما جيت أمريكا وأنا بشتغل، يعني ولا مرة فيش ولا سنة إلا عملت، وكنت أحب أعمل بزنس لحالي، فلاحظت إنه أنا البزنس بس ينجح مرات ببيع وبنزل على البلاد بدون سبب. كان ممكن احط مانجر مثلا واخليها مثلا تو كيب جوينج. يس لما بلشت اعرف الافكار المحده والافكار المعيقه، انه انا ليش مثلا شفت وحده هون من اصلها اسبانيش وعامله نفس الشركه تبعتي وهلا جاينت يعني، اوكي طيب انا بقول ليش انا هي وصلت هون انا ما وصلت هون؟ هذا السؤال لازم اطرحه على حالي. اقول لك شو الجواب. الجواب انا الفكره الموجوده عندي من الصغر انه انا كزوجه أنا واجبي كان إني أدعم نجاح زوجي وأدعم نجاح، مع إني أنا مدرسة كنت، يعني أنا ما كنتش ولا مرة أعمل، فأنا كان لازم وأنا ممكن أعمل شوية فلوس، دائما كنت مكيفة على شوية فلوس بعملها، يعني 2000-3000 في الشهر والحمد لله. أديشنال هدف تكون إضافية. وأصرفهم صدق مرات ما يوصلوش البيت. فماي ايديا اوف ميكينج ماني، المنتال بلوك اللي عندي انه انا مش لازم اعمل بيج ماني، ولا وصعب اني كمان اقارن نفسي في زوجي مثلا، والله عنده تو ماسترز ديجري من امريكا، هيز ان انجينير، هيز ا في بي مش عارف شو، فانا ما احس حالي اني انا مين انا عشان اعمل اكثر منه فلوس. برضو هاي نفس المنتال بلوك كانت موجود عندي، ولدرجه انه اكثر من مره اوصل اعمل جود ماني واتراجع. بس هل تتوقعي انه كل انسان عنده his own mental blocks؟ يعني it's over there like كيف عندنا احنا خلايا الدم الحمراء، هاي موجوده عند كل انسان؟ كل الناس عندهم mental blocks، هو وظيفتنا كبشر على هاي الارض قبل ما نروح ندخل بين البشر واصير بدي اصلح العالم، وظيفتي اني اصلح نفسي واجد هاي المنتال. ما بقدر يعني تطورنا بضل محدود. اقول لك في الوطن العربي، اوكي عندنا هون مثلا عندك اللي نسيت شو اسمه اللي عمل الأمازون، أوكي أوكي هلا هدول بيعملوا جاينت كومبانيز، أوكي وتجو فاير، ما تقول لي بس الانفايرمنت اللي في أمريكا موجودة، عندهم لا حدود في الخيال.
بيقدر يا يا بالضبط. فهدول عندهم اذا يعني بيقدر يتخيل حاله انه بيعمل شيء. احنا عندنا مليان منتل بالوطن العربي، منتل بلوكس مليانه. شيء بقول لك مين انت عشان تصير وتعمل جاينت بزنس، شيء بقول لك انه البزنس على فكره لازم يضل في العائله ولذلك استحاله يكبر، لازم تبقى كل الخيوط في ايد واحد نفسه، مستحيل تلاقي جاينت كومباني، عرفت؟ فكل هاي كلها منتل بلوكس. ليش يعني بضل واحد ماسك كل خيوط اللعبه في ايده والشركة ما بتكبر بس قاعدة بتصرف عليه؟ أقول لك كل أحلام الوطن العربي إيش؟ وظيفة، بيت، ومصروف الدار، ويمكن سيارة قدموه، صح؟ هاي المشكلة الكبرى هاي، وبنحصل عليه كله للعلم sooner or later. فده هاي هي mental blocks، هي بتقولك ما بتقدر تكبر أكثر من وضع معين. هلأ كيف بدنا نعرف كل بتشوفوا وين النقطة في حياتكم اللي مش ماشية بسرعة بتعثر؟ بنقدر نحصل على بعض الأشياء وعندنا هاي mental blocks بس بصعوبة ووقت كبير بياخد معنا. أنا حابة بس أطلع على الأسئلة وأشوف إذا في أسئلة ممكن نقدر يعني نوقف عليها. هي الأسئلة كثيرة بس مش رح نوقف على الكل. ممكن السبب ايضا هو خوف من التغيير او الفشل. ميسون بتقولنا، ميسون شكرا جزيلا لمشاركتك. الخوف ذات نفسه هو منتال بلوك، انه دائما احنا خايفين انه الجاي هو اسوأ. اوكي هاي منتال بلوك. اوكي خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، اتس منتال بلوك. شو يعني احنا دائما بنستنى في هاليوم الاسود؟ وي ار اكسبكتد تو كم. اوكي فانا اليوم اسود صح يا yeah. ميسون كمان بتسأل هل يمكن إعادة برمجة العقل الباطن على عكس الفكرة المحبطة؟ 100% طبعا. هذا اللي هذا كنت أسألك إياه. أنت بتحكي عن البرمجة بس هل مثلا أنا برمجت وأنا صغير على شغلة معينة، هل بستطيع لما أكبر عيد برمجة حالي أو حدا يقدر يعيد برمجتي عقليا؟ Yes, it takes time على فكرة، it takes perseverance, it takes شوف أنا على فكرة ستيف جوبز وبيل جيتس وهدول أروع عدة كتب وساعدوا أنفسهم. المديتيشن بتساعدك على تسريع، أنا ممكن أعطيك هلأ مثلا عدة تمارين، بس المديتيشن بتسرع النتائج، بتسرع النتائج. وخلال المديتيشن يتم أسهل هو مش برمجة العقل على فكرة، المطلوب برمجة العقل الباطن اللي هو مجرد ما يؤمن بفكرة يصل إليها بلاقي لك طريقة. أوكي خلينا أقولكم من الأقوال اللي مشهورة في العالم واللي هي بتساعد على انه نشوف او نشوف اهميه هاي الافكار. اول شيء بحب اقول لكم، اذا ما عندي فكره عن شيء ما بقدر اتخيلها. يعني ما بتقدر اقول لك والله يا دكتور جمال انا كسرت كاسه، متاكده اني كسرتها، بس just in case روح دور لي عليها. مستحيل تبذل اي جهد، والجهد اللي رح تبذله كثير رح يكون ضعيف. ليش؟ لانك انت مقتنع انها مش موجوده، فحتى خيال انك تتخيل انك تلاقيها ما بتقدر تلاقيها. يا بتصير انت خلص. اقول لك الشباب اللي بوصلوا كندا وامريكا، الشاب بيروح بيدور على بيجي بينجح وبعمل اشياء كبيره، ونفس الشاب بنفس الظروف بيجي ما بعمل شيء. هذا شو بقول لك؟ التنين معهم شهاده. خلينا نقول واحد قال معي شهاده وشهادات بتعملوا فلوس كتير وبقدر اعمل بزنس وبقيمه، بحط فكره في داخله بتقول له there is a way وشهادتك ممتازة وبتستاهل، فعمل. فأجى الشاب الثاني معه فكرة شو بتقول؟ في سمعها somewhere إنه الشهادات زمان في أمريكا بقوا يعملوا فلوس، إحنا بنحكي على المكان اللي إحنا فيه، وهلأ بطلت الشهادات تعمل فلوس، وأساساً كل اللي معهم شهادات هم الفقراء مش هم الأغنياء في العالم. صدقت إنه هذا الشخص بيلاقي الوظائف الأقل حظاً، وحتى لو لقى وظيفة منيحة دفعها بتخلى عنها. يعني أنا مرات بوصلني شغلات إنه فلان بقى يشتغل في شركة كبيرة ودشر ليه، تخانق مع المدير أو أسباب تافهة جدا، لأنه أنت هاي الإشي الموجود ضد المعتقدات الموجودة عندك. أنت مش لازم تقبض راتب كويس. هذا بنجح بوصل بيعمل كل اللي جاي يعمله، والتاني ضل في نفس الدائرة إنه أنا ما في الشغل، بطلوا يدفعوا كتير لأصحاب الشهادات، احنا موجودين منتال بلوكس. فخلينا نقول الكاتب ويليام آرثر وورد، هذا من اكثر الكتاب اللي الناس يعني بياخذوا من اقوالهم بيستخدموها. شو بقول؟
إذا استطعت تخيل الشيء تستطيع الحصول عليه. أنت لما تتخيله بيبقى أوريدي موجود في السبكونشس تبعك، بس أنت حتى لو مش موجود موضوع التخيل يسهل عليك برمجة عقلك. وإذا أول شيء يعني يجب أن تتخيل الإيجابية تبعتك، شو اللي بدك تسوي. ما هو الناس تقول لك أنا دائما بروح على السلبية، بقى أنا بقولهم إذا بتقدر تتخيل السلبي معناته بتقدر تعطي أمر لعقلك وتبلش تتخيل الإيجابي بس بشكل واعي. هل هذا هو قانون الجاذبية اللي كانوا يحكوا عنه؟ هو قانون الجذب. شوف قانون الجذب لحاله ناقص، أوكي ناقص، ولكن إذا بتجمعه مع كل هاي الأشياء اللي بنحكي عنها يصبح نعم طبعا إله value يعني. أينشتاين شو قالنا؟ الإشارة الحقيقية للمعرفة for knowledge هي الخيال أو قوة التخيل، هي أهم من المعرفة. أقول لك ليش؟ هذا طبعا أينشتاين حكاه، وهذه واحدة من عشرات الأقوال اللي حكاهم عشان يقولنا إنه subconscious لازم يبقى مقتنع قبل ما الconscious العقل أو التفكير العادي. مرات كتير بتيجي بحكي مع ناس خاصة المتعلمين كتير، أوكي، مثلا PhD وكذا، وبقول لك بعرف هاي المعلومات بعرفها، يعني ما في إشي جديد قاعدة بتعطينيها، إني أعرف هاي المعلومة شكل وإني أعيشها وأطبقها شكل، إني أعرفها intellectually هذا one thing، ولكن إني أعيشها وأطبقها وأخليها تأثر في حياتي وأزرعها في subconscious بحيث إني أقيم فكرة قديمة حرفياً هيك بصير، ندفش فكرة قديمة ونضع مكانها فكرة جديدة، هذا إشي مختلف تماماً. أستاذ ريم، I think هذا المشكلة في اللي بيقرأوا كتب التنمية أو كتب الموتيفيشن أو بسمعوا بس ما بيطبقوا، يعني هاي مشكلة كبيرة ترى. ما هو مش عارف الناس اللي سمعت وقرأت كتير بس. أقول لك ليه. I don't take all theories يعني. أول إشي أنت دكتور عندك العقل مسيطر بشكل جيد، يعني بدك you need to really meditate عشان تغير هاي الأفكار. اثنين زي ما قلت لك إني أعرف المعلومة one thing، أنا دخلت بهاي أول مرحلة دخلت فيها إني أعرف المعلومة. بعدين صرت إنه طب ليش ما عم بتأثر في حياتي المعلومة؟ لأنه أنا عندي في السبكونشس في عقلك الباطن أفكار مضادة لهاي وهي الأول. فإذا we need to go back to reprogram our subconscious ويصبح لدينا إيمان، وهذه على فكرة هي أفكار بالنهاية تتحول لقوانين لما تدخل في السبكونشس بتحكم الحياة تبعتك. يعني أنا بدي أشبهها بواحد مزارع بحفر قناة مية، جاب كل أصحابه وعيلته وحفروا قناة هالمية، وآخر القناة عند ما بتيجي المية على على الزراعة في صخرة، والمية وصلت وقفت عند الصخرة والكل واقف بيستنى. إذا ما حد شال هاي الصخرة وفتح المية ما حيستفيدوا إشي من كل اللي سووه. فأحيانا إحنا بنتعب صراحة، وهذا البلوكر موجود بنتعب أكثر من إزالته ترى يعني. بس لا، بس هون النقطة يعني الأساسية إنه كيف نحدده. نفس الإشي، الحياة غير عادلة، كلنا بنقول كلنا مرقنا فيها، أنا مرقت فيها بشعور الظلم وإنه الحياة غير عادلة. إذا أنا بظن الحياة غير عادلة راح أضل أدور على مواقف تثبت لي إنه الحياة غير عادلة، راح ألاقي الناس اللي مش مناح، وراح ألاقي الناس اللي بوقفوا في طريقي، وكل يوم مشكلة وكل يوم قصة، لأني عم بحاول أثبت قانون موجود في عقلي. نعم. نفس الإشي، شوف الاضطهاد موجود، العنصرية موجودة، وإحنا في أوجها حالياً بوجود الرئيس الأمريكي طبعاً في البيت الأبيض thanks to him or not، ولكن بتأثر على ناس أكثر من ناس. بس ريم خلينا نكون إيجابيين في الموضوع هذا، أوكي في عنصرية بس يعني الحمد لله البشرية في تحسن، صار في ناس توقف ضد العنصرية، ناس تحارب العنصرية، ناس متفهمة إنه هذا شيء خطأ. يعني لو حكينا قبل 50-60 سنة ما كان حدا يحكي إنه خطأ أصلاً هذا الموضوع. حتى احنا كمسلمين الآن احنا بنفوت على ميسيز بنلاقي قسم للمحجبات، ميسيز ديبارتمنت ستورز، اوكي. فبس في ناس واقعين جدا جدا تحت انه بكرهونا، بدهم مشيانا، عنصريين. انا عندي يعني اكثر من مره اشتغلت مع ناس نفس الاشي، انه كل الشركه بكرهوني، ما حدا بده ياني، اول ما ادخل بيعبسوا في وجهي. فقلت اوكي خلينا نعمل عده تجارب.
بدنا نفوت على نفس هاي الشركة، لأنه شوف ممكن يبقوا في الشركة 50% عنصريين بس 100% صعب، خاصة في أمريكا الناس they make their own minds. فقلنا أوكي أنا خلينا نقول إنه هاي البلد عنصرية، حدا جاي على هذا الشخص جاي عليها جديد وهو مؤمن إنهم عنصريين وبكرهونا كمسلمين. دخلت قلت لها اوكي، او قلت له لهذا الشخص قلت له اوكي بدك تفوت، واول ما تفوت تقول لهم صباح، انت تقول لهم صباح الخير، تستناهمش يقولوا لك صباح الخير لانه مش متاكدين انك رح تجاوب ولا لا. كمان بعد اسبوع خلينا ناخذ كوكيز لهذا لهي المكان اللي انا رايح عليه. انا غيرت ماي اون باترن اوف لاني انا مش فايت وكرهانهم وابصر شو حيقول عني، وهي اثنين بيحكوا غاد بيحكوا علي، هم they feel your vibe. اوكي غير، عملنا شويه تويكس، وبعد يومين ما اخذت شهر ولا شهرين اجى السوبرفايزر اللي هو بقى حاط ضدي وبده يفصلني وداير وراي وبكرهني، انا بحسه بكرهني، انا حاس انه بكرهني. انت الاحساس اللي جواك اللي بيقول لك انهم بكرهوك لهالدرجه. زي ما قلنا احنا ما بننفي عدم العنصريه عشان ما نكون عشان نكون واقعيين، بس كمان المهم اجى هذا السوبرفايزر واجى لهذا الشخص وقال له صباح الخير، واو قميصك كثير حلو اليوم، thanks for the cookies. okay. عندي أنا فكرة بتقول لي كلهم بكرهوني، فببلش إذا بشوفك عابس يمكن أنت مروح من بيتك زعلان، بقول آه هيو كشر في وجهي بكرهني. صحيح. بصير ردة فعلي على هذا الكره كره، بيزداد الوضع سوءا. أنا على فكرة لأني أنا العكس، ما مرات حتى لو بلاقي حدا عنصري مرات بوصل البيت بعدين بقول والله يمكن هذا الشخص بقاش منيح معي. I don't notice it. لأني بصراحة I don't care إلا لا قدر الله إذا الشغلة صارت يعني إنه إشي أكثر من اللازم، بس لهلأ ما تعرضناش ولا لإشي من هذا الشكل. أوكي خلينا نشوف دكتور أوكي هذا أخذناه. نشوف الأستاذ محمد سألوا أمريكي مليونير كان من الفئات المستضعفة الفقيرة، سألوه كيف صرت مليونير، أجابهم فكرت إني أكون مليونير فقررت أن أصبح مليونير فأصبحت مليونير. 100% هلا لو في في راسه فكرة بتقول له أنت كتير فقير واستحالة تصبح مليونير، مش رح يصبح مليونير، أو رح يوقف عند حد معين. شوفوا عندنا نوعين من اللاجئين، نوع كمان خلينا نجيب من لأنه إحنا بدنا على حلقة اليوم. احنا حطينا احد اللاجئين عندنا السيد هدهد اللي هو عمل شوكولا السلام وما إلوش زمان جاي على كندا، كندا امريكا فرنسا at the end it's the same thing. هلا لو اجى هذا الانسان وعنده فكره بتقول له انت جاي على بلد لا بتعرف إشي فيها، رايح تفشل، حاول ما تتحرك، حاول تضل بالسيف سايد، اقول لك في كتير هلا بيجوا حتى بقول لك البنفيتس تبعت الحكومه ممتازه بيحصل عليها ونقطه. هذا ما يحصل لهم 30 و40 سنة في البلد، حصلوا على البنفيتس تبعت الحكومة ونقطة. طب ليه مش قادرين يتحركوا؟ ما هم موجودين في نفس البيئة. هذا عنده نقطة، هذا عنده فكرة بتقول the sky is the limit. The other person شو بقول؟ هو حط لحاله limit. جاي أخذ سقف بالضبط بناه فوق اللي هو اللي هو هذا المبلغ بكفي. أنا جاي أخذ مساعدات الحكومة، رايح تأخذ مساعدات الحكومة وبسهولة وستقف هنا. فأنا برات بقول للناس لما تحط جول كبر، يعني ما حدا راح يدفعك عليه فلوس، قول أنا جاي أعمل 20,000 في الشهر واعمل 5 اعمل 10. صحيح. شوف لما الواحد بحط ليميت لحاله أكيد بيصير عنده مشكلة لأنه بخاف أنه to go over the limit، زي اللي بسوق السيارة بخاف أنه go to over the limit. بس لما تكون أنت ماشي مع ناس و وانت حاطط نو ليميت لحالك، السماء هي السقف، فاكيد اكيد راح يكون في تحسن. دكتور نسرين معنا. ايوه وبتقولنا احب انه ما في شيء مستحيل، الحقيقه انه ما في شيء مستحيل الا في عقولنا فقط. لما نشوف شو هالمستحيلات المعيقات، على فكره خلينا يوم نعمل حلقه على المعيقات الماليه، هدول معروفين 24 بلوك للمعيقات الماليه. لما تتجاوزهم كلهم you should see increase في الوضع المالي تبعك. فيوم ان شاء الله بنحكي في الموضوع ان شاء الله، اكيد هذا مهم. حلقه رائعه، شكرا يا استاذ محمد. I don't know. Okay, let's see. ميسون الافكار المحبطه او المعرقله او العقبات الذهنيه، شكرا يا شكرا جزيلا.
أهلا يا ألفت معانا، أهلا فيكم جميعا، مساء الورد. أوكي خلينا نتابع في هذا الموضوع الشائك السهل الممتنع. أوكي إذن موضوع السهل ممتنع ولكن موضوع جدا جدا مؤثر في حياتنا، زي ما قلنا مؤثر في حياة أولادنا. فإذا كل واحد فينا لازم يعود إلى نفسه ويشوف شو المجال اللي أنا حاس فيه عقبات كثيرة، وشو ممكن أشوف إذا عندي فكرة محددة قادر أكتشفها أو مش قادر أكتشفها. كيف تكتشفها؟ بدي أعطيكم هذا التمرين. دائما الفكرة المحددة تكون مرتبطة بخوف أو بداوت. داوت شكوك يعني. ممتاز. إذا بتكون مرتبطة إما بمخاوف أو في داوت، وكلياتنا عندنا مجمل موضوع مجمل من المخاوف. هلا أنا آخر كتاب قريته يعني كأنه حلل لي البازل، كانت آخر نقطة أنا بحلها وبقدر أوصل للأخيرا، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى أو القدر بيمشيني خطوة بخطوة، ما بتقدرش تسبق أكثر من خطوة. يعني إذا ما بتعرف شو هي الخطوة المحددة عندك ما رح تقدر تحلها. وقبل ما تتعامل وتقتنع إنه في فعلا أفكار محددة كمان ما بتقدر تحلها. شكرا يا ربا. كمان قد تحاول لوحدك، وأنا بقول لك أنا بشكر الكوتشز والمنتورز تبعيني اللي أنا وظفتهم برضو في مرحلة معينة، لأنه مجرد ما تشوف حالك إنك بتدور في دائرة مغلقة وجربت كل الأشياء اللي تعرفها، it's time، لأنه العمر ما بينتظر. أجا وقت إنك تشوف حدا تاني ياخد بإيدك للضفة الأخرى، يساعدك يعني على الأقل، يساعدك على الأقل تكسر هاي الدائرة اللي قاعد بتدور فيها. ليش أنا بدور في دائرة مغلقة؟ ولذلك يمكن من أكبر البزنسز هلأ الموجودة في أمريكا اللي هم بيروحوا عليها CEOs، بيروحوا عليها الممثلين، بيروحوا عليها لعيبة كرة القدم، هي الكوتشينج. الكوتشينج to have someone يشوف فيه إشي أنا مش قادر أشوفه. واضح. عمرك أخذت أي كوتشينج لسنز دكتور جمال؟ مش لسنز بس منترز. انا عندي دائما منترز، بحاول اني دائما اشوف اني الاقي منترز بحيث انهم يساعدوني في شغلات عقبات. أوكي. بس ما في كوتشينج لا صراحه، مش 1 اون 1 انت no. اوكي منترز 1 اون 1. اوكي فيري جود. يا ما هو ذس از اولموست ذا سيم. دائما بنكون بحاجه، بنوصل لمرحله مش قادرين نستمر، لانه احنا اللي بعرفه انا اوريدي سويته. أو أقول لك أنا أول كتاب قرأته، أول كتاب قرأته The Secret، لأني شفت على The Secret، شفت البرنامج على أوبرا وينفري يمكن قبل 13 سنة، ورحت جبت هذا الكتاب. وبدي أقول لكم إيش صار معي في هذا الوقت عشان تعرفوا. على فكرة Secret ما عنده كل إشي، هو طرف خيط. Yes. ولكن أنا بحس القدر بيمشيك خطوة خطوة لأنه بده إياك تنجح. أوكي أنا طول عمري وجوزي بيشتغل في النهار، أنا بشتغل في الليل 3 ساعات فقط، لأنه بنيجي بنسلم بعض المفتاح كنا على باب الجراج، هو بيدخل مع الأولاد وأنا بطلع، فبقينا ما نوديهمش يعني حتى من 3:30 بقى يروحوا على المونتيسوري، بس ما بقيناش نحطهم مع حدا. بعدين أشتغل ساتردي ساندي، ممتاز جدا. فأنا صرت بعدين كبروا الأولاد روحوا المدرسة وظليت أشتغل في المولات وفي ديلارد وفي ميسيز. بعدين قريت The Secret وقالوا لنا إنه أنت لكيف بتقرر إنك بدك ترفع الإنكم تبعك، لترالي هاي القصة حقيقية على فكرة. فأنا جيت دائما كانوا بحبوني كتير لأني أنا I'm يعني a goal achiever، بحط goal لحالي وachieve. بقوا يقولوا لي روحي على البلاد قد ما بدك وتعالي you get a job. فأنا رجعت حكيت مع ميسيز قلت لهم بدي أرجع على الشغل، قالوا لي تمام ارجع، بس أنا في هذا الصيف كنت قارئ The Secret وبدي أجربه على حالي، أجرب بعض الأفكار اللي أخذتها. فجيت انا بعدين وانا رايحه في السياره اقابل على اساس اني اروح بس اوقع عشان ابدا شغل، بقولت انا طيب تل وات، انا لامتى بدي اضل اشتغل؟ هذا قبل يمكن 15 سنه، لامتى انا بدي اشتغل بلاك 10 و 12 باكس؟ خليني اجرب، ما انا هيك هيك يعني بشتغلهم بصرفهم في ميسيز قبل ما اروح. فاسمع انا حكيت معهم تلفون وقلت لهم
انا الحقيقه انعرض علي شغل كثير احسن، ولا معروض علي شيء، وانا مره ما بعرف اقعد في البيت، يعني اي ام فيري اكتف. فانا انعرض علي شغل كثير احسن، ويعني they pay me more و thank you so much for the opportunity. ولفيت من الفري، واتصور اخذت اكزيت وروحت. انا يا اما ام جن ابروف ذا كونسبت، يا اما بطلع صح يا اما بطلع غلط. روحت على البيت وقعدت قلت له اوه جود جاب ريم، ضيعتي الشغل لحالك، هلا لو ترجع مش راح ياخذوكي ليترالي. فقعدت شو بدي اعمل، حكيت مع صديقه اللي هون قلت لها تعالي نشرب فنجان قهوه، هينا التنتين صرنا قاعدين فقاعدين بنشرب فنجان قهوه. بقول لها انا طب انا لو بدي اشتغل، انا بديش اشتغل لا بالليل ولا بويكند، اي ونت سبيند مور تايم وذ ماي كيدز. طبعا في هذا الكتاب بقولوا لك شو لازم تعمل. فنجيت حطيت قلت انا بدي شغل في نهار، بديش شغل في الويكند، ما بديش حدا يدفع لي $10، هذا زمان يعني تو ليت خلص، انا اي مورث ا لوت مور لانه انجليزياتي منيحه واي هاف مانجمنت سكيلز. وحطيت هدول. فقاعده بقولها يعني سوسن شو بدي اعمل انا قاعده، وقالت لي اسمعي ما في إلك إلا تروحي على مؤسسات اللجوء، أنا عايشة في منطقة بعرفش إنه في عرب إلا أنا بفكر في كل أوكي. فقالت لي روحي تبرعي في وقتك، وإذا عجبتيهم ممكن يوظفوكي. ها فأنا قلت يلا يا ريم. طلعت الثلاث مؤسسات لجوء، وأنا بقول مين بده يترجم لمين أنا في آيداهو، يعني فيش غير أنا. فروحت عليهم، أول مؤسسة قالت لي إحنا بناخذ المترجمين بندفع لهم. انا قلت والله احسن واحسن، هاتي ادفعي لي. فالمهم قالت لي وبس عندنا مليان، واف وي نيد يو ويل كول يو. قلت لها فيري جود. رحت على المؤسسه الثانيه، يعني بدي اقول لك مسكوني مسك من وين جيتي، الحقينا احنا المترجم اللي عندنا بطل وما فيش عندنا ولا حدا. سبحان الله. اوكي فانا في فكرتي هلا صار انه في إشي احسن، اقنعت نفسي انه في إشي اللي احسن، ولازم هاي القناعه الجديده احطها محيز التنفيذ. المهم رحت عليهم، بس شو قالوا لي؟ بس $10 في الساعه زي هذولك تقريبا. بس قالوا لي في الشغل في الليل، في الشغل في الويكند، فليكسبل. البنزين رايح جاي هدول بنحسبه اكسبنس. فانا جيت حسبتها في راسي، قلت انا حققت 4 من 5، يعني this is perfect. فانا قلت لهم انا باخذ كل الساعات الموجوده عندكم. اقول لك يعني they were all over me، they شغلوني، انبسطت كثير. بس ضل في بالي انه انا هذا القانون اللي انا قانون الجذب، انه انا اذا بدي شيء بقدر اروح الاقيه، لسه ما حققته. فقعد اليوم أنا عندهم هدول، وصاروا يشغلوني كل يوم، إذا أنا مش موجودة يلغوا الموعد كانوا. أوكي. فيوم واحدة من الكوردينيتر شو بتقولي؟ بتقولي مش بكرة تعملي فينا نفس الفيلم وتروحي على المستشفيات تشتغلي $30؟ أوه قلت لها أوكي مستحيل أعمل هيك. طلعت من عندهم مباشرة على المستشفيات، أنا بعرفش إنه في مستشفيات. بتعرف قديش اشتغلت في الترجمة $10 في المؤسسة؟ في $12 تقريباً، يعني اشتغلت ما فيش فيهم شهرين ثلاثة. وهي قلت اسياكي بكرة تهربي منا على المحاكم وعلى المستشفيات. أنا طيران تتخيلش جمال عن جد يوميتها قديش كنت سعيدة. فرحت على المستشفى بقولهم أنا يعني لغتي الإنجليزية منيحة، لأنه أنا إحنا هون خرطنا جدا في المجتمع واشتغلت وكذا. قالوا لي أوكي روحي خدي شهادة. أخذت الشهادة بعدين ما لحقت الشغل، بلشت شغل ب $27.5. اوكي يعني خلال اقل من 6 شهور انا حققت كل شيء كتبته على الورقه. مع انه لا بعرف انه في ترجمه، ولا بعرف انه في عربي حرام كانوا ايامها العراقيين اخواننا العراقيين، ولا بعرف انه عندنا جاليات بدها مساعده ولا شيء. طبعا انا من كثر ما انشغلت في المستشفى بطلت قادره اشتغل مع الثانيين، فوقفت خلال شهر. ومن هون المحكمه برضو سمعوا من وحده انه في وحده عربيه وبتحكي انجليش كويس، اتصلوا فيي $50 بالساعة. أوكي يعني. من روحنا ولا مرة روحت على البيت بعد الساعة 4 العصر، ولا مرة اشتغلت ويكند، ولا مرة. كل اللي بدي حصلت عليه تقريبا. فأنا هاي صارت الموديل تبعي، إنه إذا عملتها مرة واحدة بقدر أعملها أكثر من مرة. هو الإيمان بالنفس، الإيمان بالنفس أكيد. بس هل تتوقعي إنه التخطيط برضو مهم؟ يعني أنت خط، يعني أوكي أنت بدأتي، بس again الديسيجن اللي عملتيه مش سهل، مش اي واحد ممكن يسوي هذا الديسيجن ويطلع من الهاي واي ويرجع الدار يقعد يشرب فنجان قهوه يعني. عن جد يعني I took the risk.
واسمع روبن شارما بيعمل كوتشنج لأكبر سي اي اوز في العالم، يعني بياخذهم في طيارة خاصة وبيروحوا باليوم أظني 10,000 دولار بيدفعوا له. روبن شارما بيقول لك إذا بدون ما تاخذ ريسك ما بتقدر توصل لمحل، ريسك مدروس. أوكي أوكي، فأنا قعدت قلت أنا أوكي، إذا ربنا كل ما بدنا شغلة بيعطينا إياها. هلا بنرجع للأستاذ محمد، إذا أنا بدي أكتب شو بدي. فقعدت كتبت قلت أنا ما بدي أشتغل بالليل، بديش أشتغل بالويكند. أنا طبعا مين وايل وأنا بشتغل مع في المول، جربت الريل استيت، الريل استيت أخذني من أولادي نهائيا، فاضطريت أوقف مباشرة بعد ما كنت أخذت الشهادة ودرست. هو هاي يمكن حكمة الله في خلقه كمان يا ريم، إنه إحنا مخيرين في كتير أمور. يعني ما نلوم القضاء والقدر وشغلات زي هيك على أشياء إحنا مخيرين عليها. الإنسان مخير. الآن في أشياء بتصير ظروف خارج عن إرادتنا، مثلاً اللي صارت الحروب في أماكن خارج عن إرادة المواطن، يعني مش هو السبب أو مش أنا اللي السبب أو مش فهذا ما في عنده مجال. لكن في خيارات في الدنيا زي ما حكيتي الآن، هو أنت لاجئ وإجيت، في غيرك إجا، ليش فلان وضعه ممتاز وانت وضعك سيء؟ اوكي، هون السؤال لازم نسأله. يعني السؤال للأسف في ناس كتير في دولنا العربية وهون وفي كل العالم، يعني حتى الأجانب they stop thinking، خلاص بقول لك أنا هذا what happened is happening، خلاص هذا قضائي وقدري. يعني لما أقول فيش فرصة كيف بدي أروح ألاقيها؟ كيف انا اوريدي مقتنعه ما في فرصه زي الكاسر او انا لو اطلع ادور على شغل واقول فيش في راسي، ما كنتش قاري السيكريت، وبقول انه من وين ما شو بدي اشتغل انا غير اني ريل سيت جربتها اخذتني من اولادي، عملت بزنس وزهقت من المعامله مع الموظفين وقتها، مشان هيك على فكره بعتها لوحده من الموظفات اللي عندي. فانا لا، انا عارفه انه في إشي ما بعرف شو هو، بس انا بقول لك dont ask on the how. احنا بتعرف وين بنتلبك اكثر إشي؟ كيف. بقول لك يلا ورجيني كيف، ما بدي اورجيك كيف، قل لي ايش بدك. كتبت على ورقه صدقا ايش بدي، انا بدي كذا وبدي كذا وبدي كذا، بستاهل استحق كل هاي الاشياء. ورحت انا ما بعرف انه انا بقول لك صديقتي قالت لي روحي اذا بقبلوا ياخذيكي الترجمه مجانا، وهي لعلمك بتبرعه معهم ومترجمه مجانا وما تزحزحت. بس يا سبحان الله، يعني كانه هم بقوا ياخذوني. دي المرة الماضية حكتينا عن هذا التدريب، الكتابة على الورق، جدا له تأثير. ركزيني شوي عليه، لأنه المرة الماضية أنا بتذكر حكتينا عنه، بس بدي تذكر تركزينا شو لازم نسوي. شوفوا هلأ، لما تكون أول إشي بدك إشي، أنا بقولكم تركزوش على الهاو، تركز على الوات، هذا أهم إشي. ما تقول طب أنا بدي أسوي شو اللي ممكن المشروع اللي أسوي شو هذا، طب منين بدي تيجي المصاري، طب كيف بدي يكبر المشروع. طب أنا لو فكرت هيك قبل 4 سنين في موضوع الكوتشنج عمري ما تحركت. وأقولكم بكذب عليكم إذا بقولكم أنا كنت شايف الفيجن إني أنا اليوم رح أكون قاعدة على كنار تي في. أنا عارفة إيش الوقت أنا من يوم ما وصلت أمريكا أنا آمنت بالحلم الأمريكي زي ما بقوله. أوكي، بدي أشتغل من البيت، بدي أكون فلكسبل. هلا وأنا بترجم لاحظت سعادتي، يعني السيترونين الهرمون السعادة عندي كان واصل لفوق. لما أترجم للناس شكرا يشكروني مبسوطين إنه أول مرة بحس إنه الدكتور وصلته المسج، لقيت إنه أنا بيسعدني وأنا في حالة سيرفيس بخدم في الناس. بعدين برضو لما كل ما تعمقت ضربت عصفورين بحجر زي ما سعادتك سعادت الناس. أوكي. بالفعل انا حصلت على اللي بدي اياه. ما هذا برضه كمان مش لازم تكون تعيس وانت بس كنت سعيده اوصل بيت وانا يمكن محلقه طايره، منيح اني بقيتش اخذ تيكيتات لاني اكون سعيده جدا. بعدين انا كنت اساعدهم اروح لمدارس اولادهم، يعني فور لحالي اتبرع بوقتي، مثلا وحده تقول لي ابني مجنني في المدرسه، في بنات بقوا ما يروحوش على البيت امها مثلا تتصل فيه تقول لي اولادي ما اجوش المدرسه اروح اجيبهم، وانا بين الترجمه لانه مرات بيبقى معك ساعه اشتري لهم كتب، اقول لهم اولادي وين تعلموا كل هاي الاشياء. بس حسيت انه يعني عبت مكان في حياتي ما في إشي في الدنيا بيعملي. طيب فهذا لفت انتباهي انه انا موضوع السيرفيس هذا إلي. اوكي ممتاز، فانا حابه اخدم الناس، حابه اعمل إشي حلو، بس مش عارفه ايش هو لسه. اوكي ولكن انا عارفه إشي حلو في حياتي، لازم اكون في حاله سيرفيس بساعد الناس، لازم اعمل فلوس كويس، بديش اكذب عليكم لانه حقنا.
لازم اني ما اطلعش من البيت المثل اني هذا وقت اولادي بحب اقضيه معهم واقرا واكتب انا وياهم، وبالويكند ما بدي اشتغل لانه مرات كنت اغيب. انا كنت برضو مدرسه في المسجد فوق 7 سنوات، درست اولاد البوزنيين في ايداهو واولاد الافارقه واخيرا اولادنا العرب لما بلشوا يجي على الولايه. اوكي، فبدي اكمل كل هاي الاشياء كلها حصلت عليها. شو عملت؟ مسكت ورقة وقلم. كل واحد فيكم عنده هدف يمسك ورقته وقلمه. أنا بتعرف البيت مليان دفاتر، فبقول جوزي بقول لي بدك حدا يلم من وراك دفاتر everywhere، دفتر للنوتس، دفتر للبوكس، دفتر للكلاينت، everywhere I have books. دائما الدفتر إيش بدكم؟ انسوا الهاو. طب كيف بدي أوصل؟ أنا ما سألت كيف بدي أوصل، أنا مشيت أول خطوة وعارفة إيش بدي. بدي شغل يد معمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وبتبلش تشتغل على حالك مش أمنية بالهوى. يعني قالت لي صاحبتي روح تبرعي في وقتك طيران على التبرع. بس ريم في مشكلة، الناس مش زي بعض. يعني أنا بدي أحكي يمكن ما بعرف تصنيفي هذا. الناس ممكن تيجي لواحد تقول له مثلا في عندك جول، يطلع أكيد رح يصير في عقبات، رح يتوتر مش يعرف شو يسوي، بعدين يمكن اوكي تمشي الامور يلاقي مخرج، بعدين اكيد حتصير عقبات. في ناس يعني بتوتروا لما تصير هاي الشغلات. في واحد تاني عنده جول بيطلع شويه بتصير عقبات بوقف بترك الجول تبعه بصير يدور على طريقه ثانيه، بيطلع شويه بصير عقبات بوقف بترك البزنس بترك الشغل بصير يدور على شغله ثانيه. جيف اب، يعني دائما جيف اب لانه غير مؤمن بوجود الشيء اللي بدور عليه. الثالث يمكن انا بقول الانسان اللي عارف ستريت اهيد شو المبدا تبعه بوصل عند المشاكل وكالم داون، يا اما بيستشير يا اما بحاول انه يلاقي منتور او حدا يساعده او بيستشير صاحب خبره، بس ما بتوتر لما تصير المشاكل. وهذا أتوقع هو الوحيد اللي بيقدر يستمر ويوصل للقمة، لأنه عرف يعني عرف كيف يكنترول حاله وعرف كيف يستخدم الريسورسز اللي حواليه. فالناس أجين مش زي بعض، ويعني أنا بديش ألوم حدا كمان لأنه إحنا مش زي بعض في الحياة، فلازم إحنا برضو نعرف إحنا من أنا ما بعرف هو يمكن في أكتر ناس أو أقسام، بس هدول اللي خطروا في بالي هلأ. هلا مستر براكتر، انا بدور على اسمه الاولاني I think Paul Proctor. شوف هذه الشغله فيها اول شيء انا بعملش هذا الشيء، انا مش مستعد اتبرع والله بدك. انا قلت لها انا بقول لك بدي شغله تدفع لي اكثر من الاولى، بتقولي لي روحي تبرعي. انا ما سالت، I followed my heart زي ما تقول. بول براكتر هذا كان من مكسور جدا ماليا ومش لاقي شغل بالمرة، وبقول ما بقيت أرد على تلفوناتي بكثر الدينة ما بتصلوا فيه. أجا واحد wanted to mentor him، قال له لما تجيك فرصة خدها. شو الفرصة اللي أجته؟ تنظيف أراضي، تنظيف شركة تنظيف. قال له هاي السطل تفضل نظف، ما ترفع، مسك السطل وراح نظف. الآن هو من أكبر شركات التنظيف ناطحات السحاب في العالم، نظر كبير، وبقول انا بعمل فلوس وانا نايم اكثر من انا صاحي. I love him. لانه proud of himself. I love how he puts it together. بقول انا بعمل فلوس وانا نايم اكثر كثير من انا صاحي. هذا بقى انسان مكسور، بس حط اللي تعلمه down to practice. هلا انا برضو ليش انا يعني شو اللي صار معي، انا كل شيء بتعلمه بحطه to practice in myself. If it doesn't work for me، ممكن في ميثودز ما اشتغلوا معي بس عم بيشتغلوا مع الكلاينت تبعيني، فا it was good اني تعلمت هاي الشغلة. بس انا for me I put it down to يعني I tested. بعدين نفس الشيء انا لما رحت على اوهايو طلعت من هون بطل في ترجمة، قالوا لي في المستشفيات، قلت لهم هاي بعيدة، وانا something is telling me في اشي more for me. لاني صرت قارية كتير، قريت لي 54 كتاب. يعني كان لو حدا بدي يعطيني شهادة كان حملني شهادة ماجستير. فأنا قلت لا، أنا هاي المعلومات يعني بجمع فيها وحابة أفيد الناس فيها. في يوم أنا بقيت very conservative على الفيسبوك على فكرة، very ما فيش يعني الشاطر اللي بيقدر يعمل لي friend request. أوكي،
فيوم انا حدا بعت لي انه انضمي لجروب، شفت هذا الجروب وكان جوزي بيسافر كتير يعني ريرلي في البيت، فانا يوم قاعدة في تختي بقرأ وبسأل حالي طب أنا هاي المعلومات اللي بقرأها كيف ممكن توصل للمواطن العربي بالذات؟ على فكرة أنا هاد لأنه هون مليان منظرين ومليان كذا. إجا إشي قال لي في الليل يمكن الساعة 12 في الليل اعملي جروب، صدقا هيك زي ما بقول لك. جيت أنا شايف لما تسعى إليه فعلا يسعى إليك، أنا حابة أساعد الناس. أول شكلت الجروب وقبل ما أروح أنام قلت بدي أعمل كمان إشي، طب شو أسمي هذا الجروب؟ لازم يكون له اسم. فإجاني هيك الاسم لحاله، طريقة الاستعادة صدقا إيدي كانت تكتب لحالها. وحطيت رأسي وضيفت خواتي وبنات عماتي وقرايبي يعني هذول الفيري فيري كلوز، ورحت نمت وانا كان يعني كل شيء كان مهيئ لانه هاي المعلومات تطلع للناس اللي هم مقصود انهم يسمعوا هاي المعلومات. وصلت ابني على مدرسه، الباص ما كان يقبل يجي ياخده، كنا في مرحله انتقاليه بين ولايتين، مقابل المدرسه تبعته في بارك. انا كان هذا المكان لقيت فيه نفسي اللي هي تريل غابه. أوكي. أنا خوافة جدا جدا، كنت أشعر هناك كأني في بيتي وكأنه كل أهلي وأهلي حوالي، نوع من السكينة والهدوء. ولازم يوميا أزورها، الثلج يبقى للركب وأدخل في التريل. أنا الغزلان الشجر هيك على بعضه ما بتشوفش الضوء، يعني كان هيك زي عت ما يكون الباب الأسود وأنا أدخل وأدخل في حالة سكينة بتخوف. فأنا أقول حطيت ابني في المدرسة ودخلتهم، طب قلت أنا هدول شو بدهم يقولوا عني؟ يعني أنا already invited them to the group، الجروب فاضي. ففتحت الكاميرا قلبتها لأني أنا مش لابسة مش جاهزة إني أكون on camera، ورجيتهم التريل وحكيت لهم على قديش أنا بكون سعيدة في التريل. الإشارة أجت مباشرة طار عقلهم، انبسطوا، غيرتينا جو، إحنا وفيل بتر، كانوا معظمهم من الضفة من فلسطين. وستارتد داون لايك ذس، من يوميتها ولا توقفت ولا ثانية لأنه I know this is for me. هلا وأنا قاعدة بعمل مجانا أسبوعي، ما عم بشتغل، ما رجعت للترجمة، شايف كيف؟ يعني I invested كل فلوسي بالسيمينارات، ومش 10,000 دولار يمكن بهذاك الصيف حطيته سيمينارات مع المنظرين الكبار مع أكبر أسامي، بس كنت مبسوطة في نفس الوقت. ولا مرة تخيلت إني راح أكون لايف كوتش، بس انا الناس صاروا كل واحد يجيب كل اصدقاء وصار الجروب يكبر بسرعه، صاروا يقولوا لي بليز كوتشز. شو يعني كوتشز؟ دورت لقيت انه بدي لايسنس، رحت اخذت اللايسنس. خطوه تجر الى خطوه، لكني مقتنعه داخليا بعد كل القراءات اللي اخذتها، مش مضطرين انتم تعملوا يعني تاخذوا طريقي 4 سنين او 10 سنين، بيجي ليش في كوتشز؟ مشان يختصروا عليك الوقت، حتى انه هاي الاشياء ممكنه. هاي انا بعطيكم قصتي، ممكن تطبقها وعلى قصتك الخاصه. Yes، طبعاً. وI find myself a certified life coach working from home making يعني أوكي خليني أقولكم $75 في الساعة، ويعني وبروح سيمينارات وI make more money طبعاً في السيمينارات، وlife is good، life is really good، وI'm helping people every day. يعني الرسائل اللي بتوصلني لو بدي أحبط يوم ولا عمري بحبط. من الإيجابية اللي بتلاقيها حواليك. You changed our life، بقت حياتي مش عارف إيش، مش عارفين نعيش مع الأولاد. بقول لك الأسبوع الماضي كنت أشتغل مع تين إيجر، بدناش نقول يعني بنت ولا ولد، عندي هذا التغيير صار في حياة التين إيجر شبه معجزة. بعد ما أنا نفسي I was doubted like رح تتغير ولا لأ، لأنه أنا ما بدخل على قصص عشان يكونوا قصص نجاح إلي وأضيف الريكورد تبعي، يعني مش كلهم بطلعوا للعلن أساساً، بس أنا بحب إني إذا الأهلي حرام عملوا إنفستمنت إني أعطيهم نتيجة. النتيجة كوتش ريم، يعني بدي أسألك سؤال يمكن قبل ما ننهي الحلقة وما بعرف إذا الوقت، بس في سؤال دائماً بحيرني، في مثل بقول لك إذا أردت أن تغير العالم غير أبدأ من نفسك، ولكن للأسف هذا على الورق. ما لا. في حدا بشوف حاله غلطان، يعني كل واحد بقول لك يا اخي هذا بسوي هيك وبسوي هيك وبسوي هيك، طب انت شو بتسوي؟ بسكت. اوكي ما في حدا بشوف حاله غلطان. كيف نبدا من نفسنا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، كيف ابدا من نفسي اغير نفسي عشان اغير العالم؟ بدك تدور على كل المنتال بلوكس اللي عندك وتفكهم واحده واحده. انا بشبهها بالبصله، مش بس انا، كثير المنظرين بنقيم قشره ما تفكروا هذا عمل لا نهايه، يمكن تجوني بعد 10 سنين تلاقوني في انسانه مختلفه تماما لاني بستمر في العمل على نفسي. بنقيم قشره بتظهر القشره الثانيه، ولعلمك بتظهر مشان تقول لك فيكس مي.
يعني بنبرمج حالنا اول 10 سنين في حياتنا وبنقعد طول عمرنا نفك كل هاي البرمجات تقريبا. وانا كمان بقول للناس اللي مسكين جدا انه هذا إشي 100% مستحيل يتغير وانا ما غيره، لانه هاي المعتقدات اخذتوها من بشر غالبا. المعتقد الوحيد اللي هو المعتقدات الدينية الإلهية، غير هيك كله قابل للتغيير. يس. حتى يعني احنا في عندنا برنامج عن البوليتكس، بقول لك حتى البوليتيشنز تلاقيه انتقل من اقصى اليمين في الـ في الـ في الاحزاب لاقصى الشمال في الاحزاب، يعني هو يعني هذا ايديولوجيه بكون ومع ذلك يس. يا بدك تكون انسان متغير، بدك تكون قابل لمناقشه افكارك. شو الكارثه اللي عندنا؟ انه بنجيب فكره وبنفكرها ثابته. نفس الشيء مثال اخر، عائله عندها 3 صبايا متخرجين الجامعه، فقر مدقع في احدى الدول العربيه، فقر يعني اتصلوا معي وشرحوا لي حاله العائله. اوكي، مين عندكم؟ شو في اولاد؟ في 3 بنات متخرجات من الجامعه. الفكره المحده بتقول انه البنات عيب تشتغل، ما بصير. بصير نجوع، بصير ما نلاقيش اجار البيت، بصير انه كل اللي في البيت يكون عندهم فقر دم، بس ما بصير البنات يشتغلوا. طب هاي الفكره منين اجت؟ من الصغر اقتنعوا فيها وماشيين وراها. شو بيمنعك انك تغيرها لهي الفكره؟ nothing الا قرار واعي. معظمنا يعيش من اللاوعي، بنعيش بشكل هيك بنقلد. ما مره سالنا حالنا طب انا ليش بعمل هيك؟ انا دائما بسال ليش الناس تعمل هيك، ليش الناس مش عايشين صح، ليش بيخطأ، بس ولا مره سالت حالي انت ليش تعملي هيك؟ طب انا ليش بلف في دائره مغلقه ومش قادره اطلع منها؟ شو عم بعمل إشي غلط؟ هون نبدا في انه نغير في حياتنا ونبدا نكتشف انه انا لدي هاي العائله. بدك 5 دقائق معهم تقولهم wake up wake up. فيش إشي بيمنع البنت من انها تشتغل زي ما بيقولوها على الجامعه. تصور انها تطلع على الجامعه وتختلط وتروح في هذا بس ما تشتغلش، هذا هو اطعام الرزق زي ما بقولوا. اوكي يعني سوري انه الواحد يسمايل بس انا ام فرستريتد. يس اي اجري اي اجري. يا تفضل. احيانا احنا بنوقف زي ما حكيتي بنقطع رزق حالنا. يعني احنا العقبه الوحيده اللي في وجهك انت، مقتنعه تماما ما في غيرها. إذا أنت get out of your own way، الأمريكان بقول لك أنت ابعد من طريق حالك عشان الدنيا تمشي. صحيح. أوكي. بالضبط. هذه الكلمة أنا عندهم تعابير يعني بصراحة I'm sorry بس لأنه ثقافتي من عندهم بموت عليها، لأنه it gets you to the point، get out of yourself way. إذا آخر إشي بتقولنا الست روبا أهم إشي التصالح مع النفس، وكل إنسان بيغلط بس الأهم يتعلم من الخطأ والتخلي عن كل الطباع السيئة، المهم أرضي نفسي قبل أن أرضي الآخرين. طبعا عندنا كثير تعليقات جميلة جدا جدا جدا، للأسف ما قدرناش ناخدها كلها. الأستاذ محمد بيقول للحظ أن تأتيك الفرصة وأنت مستعد لها 100%. كمان أوبرا وينفري حكتها. أبو مؤيد أهلا وسهلا فيك، متابعتك الست إكرام. When I came to Canada went on unemployment coach funded by the government. The first thing that caught my eye is your job is out there. Help us to help you find it. واو برافو عليك. هذا دليل على أنه في فرص وفي مجالات طبعا وين مكان. أنا حضرت على فكرة في مكان حدا ضافني عليه ومهاجرين في كندا كلهم بيعيطوا أنه this is not fair وما في الشغل ومش عارفين شو نعمل في شهاداتنا. لديهم فكرة بتقول أنه ما فيش إشي يعملوه في شهاداتهم للأسف الشديد. طبعا للأسف مش رح نقدر نقرأ كل المسجات، ولكن سعادتي لا توصف أنه أخيرا وصلنا لهذا الموضوع اللي أنا بدعوكم تفكروا فيه بطريقة كبيرة. راجعوا كل الأشياء المقتنعين فيها والمعتقدات لأنها قوانين بتحد حياتكم. الحياة هي عبارة عن تيار كالنهر بيجري وبسرعة، إذا سبحنا مع تيار الحياة سبحنا بسرعة، ولكن إذا أفكارنا هاي ومعتقداتنا بالضبط زي ما الدكتور جمال حكى إنه صارت زي صخرة قدامنا بتوقف وبنوقف مش عارفين نمشي. هلأ لو خطوة صغيرة نتقدم أحسن بكثير من إننا نتوقف. هذا هو بالنسبة لليوم، ولكن للموضوع تتم بوعدكم ندخل فيه بشكل أعمق إن شاء الله إن شاء الله. حاب أذكر الجميع بحلقة اليوم الساعة 9 مساء، حتكون حلقة خلال ساعة مقهى كنار لايف، حيكون معنا ضيفين كريمين مع
ثلاث مقدمين او مقدمين من قناة كنار، فكونوا معنا الساعة 9. بشكرك كوتش ريم، حلقة رائعة، انا استفدت منها بيرسونالي كتير. بشكر جميع الجمهور، يعني إليك ما شاء الله فان كتير والموضوع مهم، فهذا يثبت انه الكلام اللي حكتيها او الساعة اللي حكتيها لم تذهب سدى، في ناس بتستمع، وان شاء الله ربنا يفيد فيكي ويستفيدوا الناس ويعطيكم الف عافية. شكرا لك على استضافة كمان. شكرا يا دكتور، وبدعوا كل اللي بيشاهدونا اليوم يشاركوا الحلقة مشان يعني الحقيقة نحاول نساعد اكبر عدد من الناس. شكرا لكم. ان شاء الله.